السلام عليكم. طيب هنبتدي التوك بسؤال كده، نسأل مين النهارده استخدم الايميل بتاعه؟ كويس. طيب مين استخدم درايفنج دايركشنز عشان يجي المكان هنا؟ كويس. مين عمل تكست شات على ماسنجر؟ ده كتير بقى، ماشي. طيب مين النهارده احتك بانتليجنت ماشين او روبوت؟ قليل قوي، مع ان المفروض الناس اللي جاوبت في الاجابات الاسئله اللي فاتت بقى المفروض ترفع ايدها برضو في الاجابه دي. فده يرجع ايه للديفينيشن بقى بتاع ايه اللي احنا ممكن نسميه انتليجنت ماشين. الناس متخيله ان انتليجنت ماشين دي لازم يكون حاجه على شكل روبوت زي ما بنشوفها في الافلام وبتتحرك وتسلم على الناس وتتعامل معاهم، في حين التعريف ده مش مظبوط قوي. يعني الانتليجنت ماشين المفروض بتبقى ممكن تكون جزء صغير من سوفت وير او هارد وير وحاجه موجوده جوه جهاز، مش لازم تكون حاجه بتتحرك قصادك، ممكن تكون جزء صغير من برنامج موجود في التليفون او في الغساله او في الثلاجه او في العربيه. كل دي بنسميها intelligent machine components. الintelligent machines اللي احنا تعرفنا عليها، الامثله اللي احنا شفناها دلوقتي طبعا دي كانت ايه حاجات بدائيه، انما في امثله تانية اكتر من كده بكتير ممكن نتكلم عليها. يعني مثلا غير التكست شات في حاجات كتيره بقى بتدخل فيها موضوع الانتليجنت كومبيوتنج. فمثلا في حاجات كتيره كنا زمان بنعملها ودلوقتي بقينا بنعملها باستخدام الانتليجنت ماشين واحنا مش واخدين بالنا. يعني لو ناخد كده مثال بسيط، احنا الاول كنا لما نيجي ندور على صوره في الانترنت كنا بنعمل ايه؟ كنا بنكتب مثلا كيورد علشان ندور على الصوره دي. كان السيرش او البحث كان بيحصل ازاي؟ محرك البحث كان بياخد الكلمه دي، ما كانش بيدور في جوه الصور، وكان بيدور في الكلمات اللي هي الواحد حط الصوره دي على الانترنت، بيحط الصوره وبيحط معاها الكلمه، فكان بيدور في الكلمات، ما كانش بيدور في محتوى الصوره. وبالتالي كان كتير قوي الواحد مثلا يدور على كلمه، عايز يدور على صوره بيتزا، يكتب كلمه بيتزا يروح طلع له ورده مثلا، لانه ما كانش بيدور في الصور نفسها من جوه. انما حاليا دلوقتي بقينا بندور ازاي؟ دلوقتي بقينا بندور في المحتويات بتاعت الصوره نفسها، ومش كده وبس، انا ممكن ادور كمان مش بكلمات، انا ممكن ادور بصور نفسها. يعني ممكن ادي له صوره واقول له هات لي صوره شبه الصوره دي. وبالتالي بقى يعني يعتبر تقدم كبير وحاجه ادق، لان الصور اللي بتيجي المفروض تبقى شبه الصوره اللي انا عارفها. في امثله كتيره برضو حاجات تانية كنا بنعملها قبل كده. يعني مثلا لما احب كنت احمي الاكونت بتاعي او احمي معلوماتي، كان الحل الطبيعي ان احنا كنا بنعمل ايه؟ كنا بنكتب بيوزر نيم وباسورد عشان يسكيور ان انا اخش في حته دي بتاعتي بس. ولكن ده برضو ما كانش سكيور انف. ليه ما كانش ده امن؟ لان ممكن واحد تاني ياخد الباسورد بتاعتي، او انا ممكن انسى الباسورد خلاص الوص بقى ما اعرفش ادخل للاكونت بتاعي. حاليا او يعني مؤخرا ابتدينا نعتمد على الماشين انتليجنس ان هي تساعدنا في الدخول للمناطق الامنه دي زي ما بيقولوا. فابتدينا نستخدم حاجات خاصه بالشخص بس، يعني حاجات خاصه في جسمنا احنا. فممكن ايه الوجن او ادخل على الاكونت بتاعي مثلا باستخدام بصمه الصباع او العين او بصمه الوجه وهكذا. طبعا دي احسن، لان ما ينفعش انسى مثلا ايدي في البيت وانا نازل، او اسلف وشي لواحد صاحبي علشان انا مزنوق بس في الحته دي، عايز استعمل التليفون اديني وشك لو سمحت. ولو هناك يعني حصلت ان كان في حادثه شهيره حصلت من كام سنه ان في عصابه استلفت يعني صباع واحد علشان تسرق العربيه بتاعته اللي كانت محميه ببصمه الصباع. ما علينا، يعني مش هنتكلم كتير في الموضوع. من الامثله برضو الحاجات التانية اللي كنا بنعملها زمان ودلوقتي بنعملها بطريقه مختلفه. زمان لما كان واحد يكتب شات وعايز يوري ان هو سعيد
كان بيكتب كلام وبعدين في الاخر لازم يحط ايه ايموجي كده يعني هابي فيس بتاع ان هو سعيد يعني علشان الطرف الثاني يقدر يستوعب ان هو فعلا سعيد. طبعا الكلام ده غالبا ما عادش هيحصل او يعني في المستقبل القريب ما عادش هيحصل لان دلوقتي والواحد هو بيكتب اوريدي البرنامج اللي هو محطوط في الماشين اللي بيتابع الكلام اللي هو الواحد بيكتبه بيبتدي يحلل اللي مكتوب دوت ويقدر يعرف اذا كنت انت سعيد ولا حزين ويعرف اذا كان التون بتاع الكلام ده ايجابي ولا سلبي. فخلاص ما عدناش هنقدر مش لازم بقى نقعد نحط اللي هي الحاجات دي لان ممكن كمان واحد يكون حاطط حاجه غير الطبيعيه انما الماشين المفروض هتقدر تعرف يعني ايه الطبيعي وايه اللي مش طبيعي. المشترك ما بين كل الأمثلة اللي احنا قلناها دي ان هي تعتبر جزء من الماشين انتليجنس زي ما قلنا. فايه تعريف بقى الماشين انتليجنس؟ يعني امتى نقول الماشين دي ذكية والماشين دي غبية؟ التعريف ببساطة اللي احنا اللي بنطلق عليها انتليجنت ماشين اللي هي تقدر تاخد البيانات وتبتدي تعمل عليها شوية تحاليل وبعدين بعد التحاليل دي تقدر تطلع بديسيجن او تطلع بقرار تقدر او اكشن تقدر تعمله من نفسها من غير ما البني ادم يقول لها تعمل كذا وما تعملش كذا زي ما كنا بنعمل زمان وبنيجي نكتب برامج لازم نديها بالترتيب كده خطوات لازم علشان تتنفذ. ازاي بقى نقدر نعمل انتليجنت ماشين؟ في طرق طبعا كتيره كنا بنجربها زمان ولكن الطريقه اللي هي بقت يعني مسيطره على كل الطرق دلوقتي ومن اشهر الطرق اللي احنا بنسميها الديب ليرنينج. طريقه الديب ليرنينج هو بنحاول نقلد مخ البني ادم في تحليل المعلومات. يعني العلماء بتاع المخ قالوا لنا ان المخ لما بيجي يحلل المعلومات غالبا بيحللها بطرق ايه خطوات كده متتاليه وحاجات فوق بعض بصوره طبقات. فعاده مثلا لو جينا بصينا على الواحد لما يجي يبص على حاجه ازاي بيحاول يفهم اللي قصاده اول حاجه بيبتدي يبص عليها. يعني لو مثلا عايز اتعرف على وش بني ادم في الصوره فاول حاجه الواحد بيبتدي يبص عليها خطوط افقيه وراسيه وبعدين اللاير اللي بعد كده او الشريحه اللي بعد كده والطبقه اللي بعد كده بنبص على حاجات اشكال هندسيه صغيره نكون من الخطوط دي مثلا دوائر ومثلثات اللي هي العينين بقى والمناخير والحاجات دي وبعد كده ده وش بني ادم. فدي نفس الطريقه اللي حاولنا نعملها نعلم الكمبيوتر او الماشين ان هو يعمل زيها لغاية ما وصلنا لنتائج تعتبر مبهرة. أول مرة ظهر فيها الديب ليرنينج ده ظهر في مسابقة كانت سنة 2010 بتاعت speech recognition تعرف على الصوت وبلا بلاء حسنا يعني على طول بعديها بسنتين 2012 في مسابقة إيميج نت ودي من أشهر المسابقات اللي بتتعمل دوريا يعني في مجال التعرف على الصور يعني نخلي زي الكمبيوتر أو الماشين تتعرف على الصور إيه اللي موجود في الصورة. المسابقة دي كانت بتتعمل طبعا سنويا فمن سنة 2010 أو 2011 كان مستوى الخطأ اللي كان بيحصل كان في حدود العشرينات يعني 20% 25% وكنا فرحانين قوي بالنسبه دي يعني لغايه ما ظهر في 2012 جروب من جامعه تورونتو في كندا استخدموا طريقه الديب ليرنينج لاول مره في المجال دوت اللي هو بتاع التعرف على الصور ونلاقي ان مستوى الخطا نزل فجاه كده بتاع مثلا 9 و 10% عن اخر طريقه كنا بنستعملها قبل كده. من ساعتها كل الناس بقى ايه كملت في مجال اللي هو بتاع الديب ليرنينج فلاقي ان كل سنه ورا اللي بعديها نزود في اللايرز بقى اللي هي الطبقات فكل ما نزود في الطبقات بتاعه الانتليجنت ماشين بتبقى مور انتليجنت وتقدر تحسن اكتر في النتائج لغايه ما وصلنا لنتائج اقل بكتير من النتائج اللي كانت ظهرت في الاول. انا والمجموعه البحثيه بنشتغل في ابحاث ليها علاقه بالتحليل الصور فحاولنا نفهم عايزين نفهم يعني ايه الحاجات اللي بيعرفوا ايه الحاجات اللي ما بيعرفهاش فابتدينا نجرب الماشين اللي كسبت المسابقه بتاعت ايميج نت دي والمسابقه دي ما كانش فيها اي صور خالص عن مصر وابتدينا نجربها او نعمل لها اختبارات على صور من مصر فابتدينا نوريها الاول صور سهله فوريناها صوره زي دي مثلا فاول ما ورينا الصوره دي للماشين كانت سهله قوي ان هي تعرف ان اللي موجود في الصوره ده جمل
يعني شايفين ان هو عرفت فوق كده مكتوب Arabian Camel وليها السكور بتاعها. فدي كانت اول حاجة، دي احسن حاجة، هي شاف ان الصورة دي فيها جمل. طبعا ما خدتش بالها ان فيها هرم، لان هي ما شافتش حاجة عن مصر قبل كده، بس على الاقل هو عرفت الجمل يعني. جربنا على صورة تانية طبعا هي ما شافتش برضو مترو انفاق بتاعنا قبل كده، بس على الاقل عرفت ان ده وسيلة مواصلات يعني، قالت ترام ترولي حاجة تنفع تبقى وسيلة مواصلات يعني، انها طبعا ما قدرش يقول ان ده خط المرج حلوان مثلا يعني. اديناها برضو صور، دي تعتبر برضو صورة سهلة، ما شافتش برضو جامع مصر قبل كده، انما على الاقل عرفت ان ده جامع يعني، انما عرفتش ده مثلا ان ده جامع السلطان حسن ولا الرفاعي يعني. ابتدينا نديها بقى صور صعبة شوية. فهنا طبعا كنا متوقعين انها هتقول محشي يعني، بس طبعا صعب قوي الموضوع ده على الماشين، فبس على الاقل عرفت انه اكل يعني، قالت ان هو بطاطس مهروسة بوريتو حاجة يعني تنفع تتاكل يعني، ما قالناش مثلا تليفون ولا عجلة ولا بتاع، فما عملش غلطات يعني سيلي ميستيكس يعني. من الحاجات برضو الصعبة على الماشين، طبعا سهلة لأي طفل في ابتدائي يعرف ان ده ابو الهول، انما الماشين دي ما شافتش برضو ابو الهول قبل كده، فبس قالت عليه برضو ان هي حاجة اثرية، فبرضو الغلطة مش جامدة يعني قوي. واخيرا قلناها برضو الصورة دي، فيعني نلاقي ان هو قال عليها تنفع دبابة او حاجة يعني، بس المهم ان هي حاجة متحركة يعني، عربية بتتحرك يعني خلاص. احنا الماشين اللي هي المتعلمة الحاجات دي موجودة وممكن نختبرها يعني دلوقتي لو حد يحب يعني، ممكن حد يقول لنا كده يحب نختبر الماشين دي بصورة ايه؟ مايك؟ طيب فممكن ندور على صورة مايك يعني، ندور على صورة مايك على بالسيرش انجن، خد اي صورة بقى من المايك. فهنا ده الديمو ده بيستخدم الكافيه، ودي من اشهر التولز في اللي بنستخدمها في الديب ليرنينج، فنلاحظ ان هو عارفها على طول، فعارف ان ده مايكروفون لان دي تعتبر من الحاجات السهلة يعني. من ضمن الابحاث برضو اللي احنا عملناها في الجامعة، كنا بنحاول نعلم الماشين ازاي تسوق، فعلشان نعلمها ازاي تسوق وريناها فيديوهات كتيرة لواحد سائق يعني ماهر، ووريناها الصور بس اللي هو يعني ما ادناهاش اي معلومات تانية، خليناها كأن حطينا الكاميرا جنب راس السواق كده، وابتدت تتفرج على الطريق وهو بياخد ازاي الديسيجن يحاول يمين وامتى يحاول شمال. وبعد ما اتعلمت خلاص رحنا حطيناه بقى ان هي المفروض هتسوق، طبعا ما جربناش لسه في الشارع يعني، ف يعني حاولوا توسعوا لو لقيتوا في حاجه من دي ماشيه في الشارع يعني. المفروض ان هو بيبص على الطريق وبيحاول ياخد الديسيجن، ففي في الفيديو اللي هو المفروض هيطلع يعني دلوقتي هتلاقي فيه عجله القياده مرسومه اللي هي بتاعه البني ادم اللي سايق، هي النقطه البيضاء والنقطه الحمراء دي الديسيجن اللي الماشين خدته. فنلاحظ ان طبعا النقطه الحمراء عماله تتذبذب شويه حوالين البيضاء، بس برضو المهم ان هي ايه، عمرها ما قالت ديسيجن مختلف عن يعني عمرها ما لقينا السواق البني ادم حاول يمين وهي بتقول له حاول شمال، فده يعتبر يعني ايه لغايه دلوقتي انجاز. طبعا لسه ايه يعني بنحاول نطورها يعني لغايه ما نقدر ان احنا نبقى واثقين ان هي ممكن تمشي في الشارع من غير ما تاذي حد يعني. فاحنا يعني مجمل الحاجات اللي احنا شفناها دلوقتي نبتدي نقول ان الماشين بقت لحد ما ذكيه وممكن تعتمد على نفسها. ففي ناس من العلماء ابتدوا يتجهوا بقى ايه الاتجاه الثاني، ان يقولوا ده احنا خايفين ان ممكن الماشينز دي في وقت من الاوقات تبقى اذكى مننا، وان هي ممكن تسيطر علينا وممكن تبيد الجنس البشري بقى بعد كده. في يعني احنا ايه زي ما بنقول كده بين نارين يعني، ان المفروض احنا بنحب الانتليجنت ماشينز لان هي بتسهل علينا حاجات كتير،
يعني ما حدش مننا دلوقتي مثلا عنده استعداد يرجع يبص في الانبوكس بتاعه ويقرا كل يوم 500-600 ايميل لغايه ما يحاول يطلع منهم الايميلز المفيده ويرمي الحاجات اللي هي السبام. دي حاجه الانتليجنت تشين بتعملها لك ببلاش دلوقتي يعني. او مثلا ما حدش فينا عنده استعداد يرجع تاني يجي يكتب كلمات ويقعد يصلح بقى بنفسه، محتاجين السبيلنج تشيكر. وفي نفس الوقت احنا مش عايزين الماشين دي تسيطر علينا وتأذينا. احنا لسه محتاجين الانتليجنت ماشين، لان في حاجات احنا ساعات هي بتعملها احسن مننا. يعني في اختبار صغير كده، يعني زي مثلا ايه كانك رحت عند الدكتور بتاع النظر يعني، فحد يقدر يقول لنا الصورة الصغيرة دي فيها ايه؟ يعني الصورة دي الماشين ما وريناها للماشين هي عرفت فيها ايه بالحجم الصغير ده، انما احنا كبني ادمين صعب قوي ان انت تعرف المحتوى بتاع الصورة دي. حد يعرف يخمن ايه اللي في الصورة؟ بحر. طيب لو كبرناها بقى ممكن نشوف دي كانت ايه. فيعني ده ايه مثال بسيط يورينا ان احنا ممكن نكون محتاجين يعني الانتليجنت ماشينز، ولكن المفروض نحاول بقى نعمل حاجه تانية بحيث ان احنا ما نخافش منها. فالطبيعي ان احنا نحاول نقرب وجهتين النظر على بعض، يعني احنا عايزين نحاول نستخدم الانتليجنت ماشين بس في نفس الوقت ما نخافش منها. طبعا الخوف دوت برضو ليه محله، لان في مثلا مثال تاني العربية اللي شفناها اللي هي ممكن تسوق نفسها دي، ممكن في وقت من الاوقات مضطرين انها تخبط مثلا في حاجة نتيجة عطل ميكانيكي يعني او حاجة، وقصادها اختيارية ادم ماشي بيعدي الشارع ولا تخبط في شجرة. ممكن لو نتيجة التعليم بس احنا بنعلمها intelligence بس، ممكن تختار انها تخبط في البني ادم لانه هيسبب لها ضرر اقل من خبطة العربية من خبطة الشجرة. فطبعا احنا محتاجين يبقى في supervision في التعامل مع الماشين دي، ان احنا ما نعلمهاش intelligence بس، انما لازم نعلمها بعض الاخلاق وبعض الethics علشان ما نوصلش المرحلة دي اللي هي ممكن تسيطر علينا وتاخد قرارات تكون مضرة لحياتنا. فالخلاصة ان احنا محتاجين الانتليجنت ماشينز، لان هم غالبا موجودين معانا زي ما شفنا في كل حياتنا، وغالبا هيفضلوا موجودين معانا، فلازم نتأقلم ونتعلم ازاي نتشارك معاهم او نتعاون معاهم، لانه غالبا هيفضلوا موجودين معانا على طول. شكرا.